السكينة ديال الدوار الحربيري اليوم اليوم كتكون موقفة أمام العمالة ديال المحمدية، شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالنا ما يقسمناش من السكينة، حنا كلشي الظروف مهمشين فيها بزاف، ما يقسمناش من السكينة. السكينة أنا كنهضر السكينة وقلنا الجهاد النضال محمد السادس فقط يشوفنا لوجه الله، حق مشروع ما يقسمناش من السكينة. عرفتي قتلوك من السكينة، عرفتي طلوا علينا شوفنا فين كنعيشوا وتزيد قتلوا في السكينة، راه حشوم. واش أنا مواطنة ولا مش مواطنة؟ أنا كنضرب بصفة عامة ديال هاد الناس، ما يقسمناش من السكينة. تنطلبوا من محمد السادس، من الآخرين راه ما نقولش لك راه كيبانوا لنا في الانتخابات فقط، ومن غير انتخابات كنقسم لك فمي بالله، حتى انتخابات فقط ما كنبقاوش نشوفوهم. اليومين هذا كيوقعوا لنا شي حوايج راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، راه الشام اللي كتصب ما كيمشيوش لهاد المدرسة. ولادنا حنا ما كاينش شي موظف نهائيا مخير فيهم شاد الباب. المطلب ديالكم الاساسي المطلب ديالنا الساكنه، ما نقصوناش من بزناتها. فين غادي نلوحونا؟ واش حنا مقصيين من كلشي تكمل لي بزناتها؟ تكسر لي كثير منا، وانا مزيوده فيها والده فيها، راه حشوم. تطلب من محمد السادس، نضال محمد السادس، تحيه لمحمد السادس، وعاش محمد السادس.